انا تقريبا ما وعيت الا عن جمالي، احنا بجمالي بدور البلاد برضو جدادنا جمالي وغنامي، يعني قبل الوف السنين احنا جينا من مصر الله بيعلم قبل 800 سنه 1000 سنه جينا على فلسطين. بالايام اللي اجتهد سواء بقديم ولا جديد عمل العجائب، اشترى اراضي وبنى وعلم وكام وحط واستفاد، واللي ظل نايم لحد اليوم في ناس نايمين من ناحية المعيشة من ناحية الحياة، شايفين؟ هسا احنا الحمد لله تقدمنا شوية، قدمنا أولادنا، احنا ما تقدمنا أولادنا لأنه ما تعلمناش احنا في المدارس، ما علمنا أولادنا، عندها أكبر دكتورة بتعرف عنها كل شيء، شايف في أخرى كلهم دكاترة يعني، في عندي أربعة ثلاث بنات وولد، من فضل ربنا علمناهم، اجتهدنا عملنا لهم، بنينا لهم، اشترينا لهم أرض، في عندي اثنين نظام كادين كبار من الناحية الثانية. أنا عندي اثنين برضو البنت والولد فضل ربنا. احكي لي عن علاقتك مع الحمار مع الغنم. هسه جماعتنا اجوا جمالي، يعني انا ما وعيت على الدنيا وفتحت عيني ولا عندنا جمال، ما طولني ايش بكي نشتري الجمال. الجمال بكى يشتري الجمل مثل اليوم التراكتور والجرافي. فيش بكى يا حمير يا جمال، تونك لي الرمل هاي مسافه قصيره مثل هون والدار. دار بالك؟ كيف يعني المركز او البلد عندكم او عندنا او شيء تدير المكه الرمل الكديمات تظل مش كلها بخرى بالطري تسحب شويه الرمل 2 كوب فيه يعني مش يعني من المكات الصغيره هاي الوسط بعرف اذا بتذكرين بعد في من التالي بالسوق وبالافلام حطوا شويه من الرمل هون يفزعوا الناس كلياتهم بالكوني بتعرف شو اللي كان لجان اللجان مشان اخرم انا بعد ما بدأوا فلاح هسه باللجان وبالطاسه وبكل كفي بتعرفي هالكفي شو هي؟ مرت عني الكفي فعت فيه كفاف عندي شايفين؟ يعبوا ينكلوا النكله هسه النكله مثل هون ودارنا 2 كوب يعني هذي حوالي من ثلاث انباط تظل بجيبون تبعات الرمل ما ساعة زمان ولا هم فوتين الرمل بالصرار على الدار المسافه طويله عايشين هسا الجمل يشتغل هذا الشغل ينايخوه ينام على هذا يحملوه يعبوا بشوالات من هون شوال من هون شوال هذا شفتي كيف الخروج يعبون الرمل ويطلعوا يشتغل زي العامل الجمل والزلمه يشتغلوا عمال اثنين الجمل عامل والزلمه عامل عمال اثنين عايشين بكو والحمار رفيقي لهم هسا بتيجي ايام الحصيده ليش اخترت الحمار ما اخترت اي نوع حيوان ثاني؟ لا ما عندي غنم انا بقدرش اني بس انه الحمار بفيك هسا الجبال بكت كلها تنزرع على الحمير وعلى الخيل وعلى الدواب وعلى الجمال وعلى البقر وعلى الدواب هسا يزرعوها انا اللي ينكل هالجمال اللي تنكل الكش على البيدر بتعرف شو البيدر؟ بيدر القمح البيضر الكميح وزايد اللوح الدراس تبع الفرس او الحمار او البقره بكوا يعملوا البقر خرطيته يدرسوا عليها شايف يدرسوا شويه الكميح مثل الايام ضبوين ضب التبنات ويروحوا يحرثوا مثل الايام يستنوا بالمطار مشان ينزل مشان يردوا يزرعوا بكوا عايشين واليوم كيف هذا الزمن شايفه؟ هل هذا الزمن بيعرفوا هاي الاشياء؟ هل بهذا الشيء؟ بيعرف لانه انا وكلتي اليوم انكرزت الارض من الزراعه زراعة الفلاحة أول شيء في لا كمح ولا شئير ولا عدس ولا برغل ولا ترسني هذا اللي بكى عنا بكاش عنا بيكة مثل اليوم تنتان وإذرة إذرة البيضة اللي تبعت المصالح وإذرة اللي منه كلها هسه ما فيش هذا الإشي فيش أراضي هون ليش أنت لليوم بعدك محافظ إنك تضلك على الحمار تضلك على الغنمات تضلك بالحقل ليه محافظ على هذا التراث في ظل عصر التكنولوجيا أول إشي أنا خلقت مع هذا الإشي زائد شو بدي أشتغل بدي اروح اشتغل افندي ولا دكتور ولا مهندس هسه بشتغل هاي الشغله تبعتي هاي المهنه تبعتي قديش التراث مهم انه هذا الجيل يعرفه التراث هذا منيح مش احنا لازم احنا كيف نتورث من اهلنا واهلنا تورثوا وتورثوا لازم اولادنا يتورثوا بس اليوم شو المجال مفتوح من كل الطرق بالنسبه للعلم وبالنسبه للشغل قبل بكاش شغل هذا الشيء يا راعي خذي قاعده يا راعي يا افندي الشيخ يعني عنده قطاعي مثلا عنده 2000 3000 دولار من شغل الناس يا حراس
طب انا اصلح كل سنة عندك او عند بتان او عند علان او احرص ما نحكيش والله العظيم ما يلحقكم مثل هذول الاواعي بدي وحدي يعني ثوب هذا. احفادك اليوم بيمشوا معك بيجوا معك على الحماره بيعرفوا هذا التراث؟ بيعرفوا بس بعدهم ما علمناهمش يعني الطريق الحديث بعدهم شايفين هسه هم بيحبوا هذا الشغل بس بعدهم بيجوا بيجوا بيركبوا ما هم شفتي صورهم فوق عندي في الدار شايف هسه بيجوا هذا هسه احنا عايشنا من هذا الموضوع وزايد هذا الاشي برنسة زي ما كلوها او دخل بيتي لد ما بدي راح اشتغل عامل عند فلان وعلان هسه بشتغل انا بشغلي مثلا بتحب وبحب الحيوانات هسه انت جبتي بالنسبه للحمار الحمار بس بيمشي مع الغنم هسه العروبه كلها يعني وين ما بديش تروحي عند العربان مش هون احنا ببير السبع او بشركي الاردن او وين ما بديش تروحي اطلعي عندهم حمير بربط الحماره زي ما انا ربطها بتصل الغنم وين بدها على مصموص وبترجع على الحمار لانه خلص احد يعني بتروحش على العمار يعني في مثلا قدامها مثلا حاجه جديده او بياره او مكساه او مزرعه بتفوتش بتصل لحد وبترجع بتعرف انه ممنوع. فخر اول شيء والدي تعلمنا منه اشياء كثيره طبعا ربينا احنا على الغنم طبعا احنا كمان كنا نساعده يعني انا واخوتي وخواتي احنا جزء كنا من خلينا نقول النجاح اللي ابوي وصل له واللي حكى عنه قبل شوي انه كيف وصل اولاده للي وصل لهم طبعا احنا كنا العمال تقدري تقولي العمال تبعونا ابوي ولا مره جاب عمال من برا احنا طبعا انغمسنا في هاي الحياه حياه المرعى نطلع كمان نسرح بالغنمات بالجبال إن كان نجيب الغنم نطعميها نشربها نحلب نجبن كل هاي الأشياء إحنا تعلمناها كلياتنا يعني عنا بالبيت كلياتنا بنعرف نعمل هاي والدي لليوم هي اللي بتعمل جبنة أبوكي بيحلب الغنمات والحمار مرافقه كدش لليوم بعده هذا التراث في بيته لحد اليوم موجود يعني عنا احنا بتقدر تقولي انه تعودنا على الحياة هاي اليوم لدرجة انه الحليب والجبنة احنا منشتريهوش من برا يعني اليوم انا ما بروح على السوبر ماركت على اساس اشتري جبنة الجبنة هي جبنة البيت لبنة البيت لبن البيت كلياته يعني خلص احنا هيك تعودنا على هاي الحياة على الطعمة يعني الطعمة زمان بتعرفي كيف يعني اليوم كلياته مبستر وهيك احنا لا احنا بناخذ الاشي طبيعي يعني الغنم ماتي بتطلعين على الجبل بيرعين اعشاب اللي هي طبيعيه وكل شيء بنحلب بنجبن كلها تعودنا عليه اكثر كثير اليوم اقل يعني الناس خلينا نقول منتميه للحياه هاي حياه الاغنام وحياه الحمار وكيف كيف ايام زمان وتراث زمان وهيك اليوم اقل الناس لانه زي ما انت حكيتي تكنولوجيا العالم مفتوح ان اليوم احنا بعالم الانترنت طبعا كلياتنا منغمسين في هذا العالم ولكن احنا كبيت يعني نحكي حتى كأحفادنا شوي يعني بس يسمعوا انه بدنا نروح مثلا عند سيدكو هيك كلهم بكيفه زي انه طالعين رحلة انه بده يروحوا عند ايوه بده يروحوا عند سيدهم بده يروح يشوفوا هاي الغنمات يعني اليوم يعني بياخذوهم على السفاري على اساس يتفرجوا على الحيوانات كله بس في عندكم انتم سفاري هون بكلب الدار فبييجوا بس اليوم بضل اقل من قبل مش زي ما احنا يعني مش زي جيل كيف احنا عشنا.